شو هو في الدراكه، ودراكه كان يهضر عليكم في اللايف. ما كنت لا مع الدراكه ما كنت معاكم، انا مي كان نود المشاكل ما كنتش معاكم. قلت له الدراكه كنا كنشوهوا دراكه عكاك ياك. صافي لا دراكه شوف دراكه هضر عليكم في اللايف، نتوما هضرتوا بينا هضرتوا كاملين. شنو قلت له دراكه؟ قلت له انا ساره ما نهضرش عليها في اللايف عندك، وهي قلت لها ما نهضرش على الدراكه. ها هو يكذبني، ها هو واحد النهار بقى يصيفط لي باش نطلع في اللايف، ها هو ها هو يقول لي وين يكذب. قلت له ما نطلعش ما نهضرش، انا محايده باش ما تجبدوني انا، يا مانيش معاك المشاغبه تجبديني انا، ديرينا اختي الطريق ما ديرينيش طريق انا خاطيني. شوفي 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 وياك تغلطي معايا العنيده. ماشي انتيا ماشي انتيا، يعني على المراه مانيش عليك المشاغبه، انا ماشي عليك انت. مانيش المراه العنقاء تاهي دوات دوات بحرقه عن ساره. وا ساره شوفي شوفي ساره اللي كان بين واش عندك شي دليل؟ قالت لي المشاغبه ما نهضروش بالعدل. علاش ما نهضروش بالعدل؟ دروك 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 انايا ما نحيتهاش. لا غير يدي غير يدي غير يدي غير يدي ما نحيتهاش. دروك في الدليل نهضر معاك نهضر معاك نسولك انا غادي نهبل وانت يا فهماني. دروك شكون اللي تجرع على الاخر وسبه؟ واش احنا ولا انت؟ وانت واش واش من علاقه كاين؟ انت يا يلاه تعرفي ساره وحنا نعرفوها قبل. والعيب جات عمراتك ساره، شوف عمراتك ساره وما جيتيش تفهمي وقلت لك بعدي السوق انت. شوف ليهم لايف صبر عمراتك. شوف طلع عبدو طلع عبدو شوف شوف اخويا الدولار طلعت. شوف اخويا الياس وكل شيء كنت تسمعوا علاش نور الدين دار لايف على ساره. غادي نقول لكم الصراحه، انا غادي نقولها دروك صراحه. نهار نور خليني نهضر ما تهضرش خليني عبدو. نهار ساره كانت في اللايف شوفوا خليني نهضر ما تقاطعنيش. ريدي بلاتي المعلمه شوفي انا بلاتي بلاتي غادي نعطيوك جوج دقائق وجوج دقائق يلا باش يبقاو الخواطر. انا نقول لك واحد الحاجه شوفي وما تهبطيش خليك خليك في القيس. اكبر مخوره شفتها دابا هي انت، حيت نهار دخلتي لابيل نهار دخلتك ساره معايا في لابيل شنو قلتي لي؟ قلتي لي شوف اخويا الله يرحم الوالدين، حيت بس ساره جات قالت بس ساره قالت لي قالت لي صافي اخويا وقف داك الشيء ما تبقاش تجبدوه باش نحبس هذا الصداع ما خصنيش الصداع في داري. قلتي لي صافي اخويا قلتي لي شوف وقف انت هذا الشيء. قالت لي الا ولا دراك جبت سميتك. قالت لي انا صرت عليها لي بروف قالت لي تخوي. لا لا قول ساره شوف شوف ساره تكذبني. قلت لك يا حط فوكالات نتاع ساره فوكالات دراك يا حط شي حاجه نتاع ساره اني معاكم. قلت لي معاكم اها اذا هذا حساب اذا انت مخوره. اذا لا انا قلت لكم شوفوا انا راني نهضر مع دراكه وقلتها لدراكه فوت قلت لها دراكه نعشيت هو يكذبني. قلت لك عبدو ما تشوهوش بلا مرا من شوف قلتها قلت لكم يا دراكه حط شي حاجه نتاع ساره شي دراكه ما حط لا تصويره ما حتى شي حاجه نتاع ساره ما حتى شي حاجه نتاع ساره. واه انا نمشي معك في نفس الهضره انا يا شوف انا ما عنديش نقاش معك انا لحقاش انا شوف انا ما بغيتش نطلع اللايف باش نناقش. خليني عبدو نكمل موضوعي عبدو خليني نهضر باغي نقول واحد الموضوع مهم خليني نهضر. انا هادي شهرين هما كيقولوا لي طلعي في اللايف اول مره غادي نطلع باغي نقول واحد الهضره خليني راه الليل ما بغيش نخوض اوكي خليني ما غاديش نهبط وانا قلت نقول شي كلمه ونهبط. تصبر صراحه والله راه يعرفني يا عمو واش تاكي دار يعرفني تلاقاني وراه يعرفني كي داير مهم. شوف برادر يعني دابا برادر شوف عبدو نهار اللي ساره قلت لكم ساره نهار اللي حط دراك شي حاجه ديالها راني معاكم. قلت حتى المشاغبه هضرتي معايا دابا هضري معايا ماشي شنو قلتي المشاغبه. انا في لابيل انا في لابيل يعني هضره قلتها في لابيل وكنت معانا ساره. قلتي لي قلتي لي شوف اخويا قلتي لي الا مشى تهضر الا مشى ماشي هضر ماشي ما يهمنيش انت كتهمني ساره حوايجها ما يتحطوش. ساره غنمشي معك في موضوع ساره اختي ولكن واحد الدقيقه اختي الا بنادم كيهدد الا بنادم كيهدد كيعطي التهديدات اتق بالله الله يطير عليا بنياتي اللي عندي في الدنيا كلها. كنكسب جوج البنات بغيت ربي نفقدهم ما عمرني ما نشوفهم وميمتي هي اللي عندي اما بر الله يرحمه. اقسم لك يمينا الا كان كيهددها شي تهديد ايماجين الا دويت انا كيعيطوا على هي كيقولوا لها شوفي سكتي صحابك ولا غنهضروا عليك انت. ايماجين بنادم اش من وقاحه وصل لها
التهديد اختي المشاغبه سمعتيه بودنيك ولا غير قالت لك؟ لا هو هو شوف هو هو انا سمعته تيقر تيقر دقيقه تيقر دقيقه دراك دقيقه كانت فيك اللي انت مطلع الشنعه جاي السيد من الخارج ويقودو يقود له مرته قلتيها ولا ما قلتيهاش؟ ماني ما قلتيهاش انا كنقول لك بالعلالي مالك كانت كانت مرتك مصاحبه مع صاحبك تجي جبتي لهم الشراب وادروك هادي واش الياس دابا هادي دابا هادي هذا موضوع اخر اخويا انا هادشي ما حيت كيديروا جميع الاسلحه اللي غادي يخليوني انا منفجر وغادي سيري الله يعلم امك الوالدين هذا اللي غادي نقول سمعتي الى عند امك شي بروف حطيه الى عند امك هذا وشي حر يا دين امك سمعتي هذا حر هذا حر هذا يجيب بلا سبان بلا سبان بلا سبان ما تقولش انا هذا قول اصاحبي زعما بلا ما تسبوا باش ما تبقاوش المشاغبه راه كاين شي كلام ما ينقالش يا اختي الكريمه كاين شي كلام ما ينقالش دابا انت علاش علاش اخويا شكون اللي هبطو شكون اللي هبطو هي خويا عبدو في الدبي كي كان يهضر غير هو وياها كنت انا موجده وكان غير يهضر غير هو وياها قالت لها ما كنتش عارف واش بينك وبين ساره درك كي طلعوا الدراري ولا تعرفها كل شيء المشاغبه كنت درتي التناقض يا اختي الكريم ولا واش قلت انا ما سمعتش علاش ما عرفتش موجده قبيلات قالت له انا المشاغبه ما عنديش الخبر واش بينك بين ساره ودركي ولات هي كي طلعوا الدراري وعطوها التبرير وعطوها المبرر قالت لك ولات عارفه انت ما راكش عارفها تيقر انت قبيلات المشاغبه درتي غلط قلت لهم على شي هبطوا على شي هبطوا السي مصطفى السي مصطفى الله ينعل الشيطان السي مصطفى على شي هبطوا ضرب لهم هاد الكيتا صاحبي راك انت اسمح لي يا عمي عاف اللي ما عندكش كانوا كلشي حدو بيها عندي الخبر عندي الخبر ومني كيجي يهضر هو لا يا اختي الكريمه اللي بغات لا سمحي لي المشاغبه اللي بغات تصغر براجلها وما تحترمش براجلها ما تجيش تحل قدام راجلها اللايف سمحي لي يا اختي الكريمه هي اللي صغرت براجلها هي اللي ما كبرتش براجلها سمحي لي اللي عندها النيف ما تجيش دير ديك الخدمه تحل اللايف قدام الزوج نتاعها وتهضر بداك الكلام انا كنت متابعهم بواحد الكونت نتاعي نتاع امراه شتي نهار اللي تشرى النقاش انا كنت نناقش باللي انني امراه مع ساره كانوا يهضروا في الدراك انا كنهضر كلام الحق ما على بالي لا بالدراكه لا بساره حنا دركي حنا ما غنيش نشعلوها انت قبلت قلتي له كي قال لك واش بيني وبينك اختي المشاكل الدراكه ما عارفاش شنو كاين قلت له واه اخويا الدراكه انا مانيش عارف واش بينك وبين ساره ودركي وليتي كيطلعوا الدراري وعارفين الحوايج والنساء وليتي عارفه كل شيء انا وليت ما عارفش انا ما بقيت عارف والو انا راني بغيت ندخل غير بخيط ابيض باش انا نخرج لواحد النتيجه راه بنادم يدي غير شبر يا اختي الكريم دابا شوف دابا شوف شوف كاين واحد ما جاتش يقول لك اللي غلب يا عبيد اللي كانوا في الدار كاينين ماندات كانوا كيمشيو كاينين تادوات كانوا كيشوفوا يا غير مانده وحده شهدوا فيها الناس 600 درهم يا اختي ما تقوليش ماندات يا اختي المشاغبه الله ينعل الشيطان شوف لانه شي كاين غير مانده وحده شوف خويا الله الخير دير الخير وانسى هذاك الشيء ما نهضروش عليه شوف عمو شوف دابا تهضر كي يقدر يدير واحد الحل باش شوف باش نبغى القضيه تصفى ونكونوا رجال كاملين مع بعضياتنا كيما نهار الاول نض نوض بالبلا في اللايف ديالو غدا يفتح اللايف ديالو كيما طلع داك العوينه غدا يطلعها
ويطلب السماحه من داك السيده قدام كلش لعب عليه الا ما حيديش البلوك ونطلعت انا نطلب ليه السماحه بوجهي قدام داك الناس كاملين واحد فيكم يدير اللايف دي جي الياس ولا الدولار انا التليفون بقات فيه 2% باش نقول لكم اخوتي العزاز انا بغيتكم تصالحوا حنا ولاد الجهه الشرقيه بيناتنا راه اللايف فيه الناس كيتفرجوا فينا برانيين ويتشفوا فينا الاعداء والله العظيم يكون القلب سميح ورحنا على الابواب ديال سيدنا رمضان وحنا كبار هادشي اللي رحنا تنديروه راه ديال الدراري الصغار درتي لي درت لك درتي لي قال لي قالت لك قلنا واش هذا هو المستوى واش هاد النيفو خوتي وسمحوا لي على هاد الكلمه رانا كبار مخير فينا راه عنده ولد ولا زوج ولا راه مزوج راه مزوج وكل عيبه في جيبه كاع راه عندنا عيوبنا كاع راه عندنا عيوبنا خوتي حتى واحد ما فيهش العيب مهدي مهدي المعنيه في الامر ما تقدرش تطلع في اللايف ومع مرة ما طلعت في اللايف المهدي دونك سيل تو بلي الله يرحم لكم الوالدين الخوت صفيو القلوب راه السيد شوف هو مهما كان الحال رانا كنعرفوا راه كيضل في تما راه لا هو لا الزوجه ديالو راه ماشي شي واحد راه ما خداش حقه راه واخا ديك الشهره وهداك الشيء راه كلنا فينا الاغلاط حتى شوف خويا عمو فينا شويه اختي المساغيبه كانوا يطلعوا عندو يضحكوا في فامهم قد هكا طيبان ودروسهم ما نهضروش حتى درك ولا الدراك ماشي زين ولا دبر راسك راه ولا يقدر راسك اسمع مولا اسمعني دقيقه الناس اللي مشهورين الناس اللي واعرين الناس اللي واعيين الناس اللي واصلين ما نعرف فين داكور كيتلاقاو مع لي فان ديالهم شنو كيديروا كيسلموا عليهم كيتصوروا معاهم داكور ماشي كيبداو يتصوروا عليهم ماشي كيبداو يعايروا فيهم عمي ماشي انا غنطلع عندك في اللايف في الكاست مثلا وغادي نقول لك انا راه شوف الشهره فيها الانتقادات اكثر اكثر من ان الناس يقولوا لك حنا كنبغيوك اسكو تي داكور دونك الناس كيكتبوا في كومونتير شي كلمه مثلا ما مرتك دايره هكا ولا كيبدا عليه سيرين على دين امك امك سيرين على امك موجده دقيقه اختي المشاغبه غادي نهبط موجده هاد الدراكه قال لك كيصيفط لك قال لك راه بلوكا وه مصطفى راه بلوكا حلوه بالبلوك واه مصطفى صاحبي راك ما خلي صاحبي انا نتلقى بهاد نتلقى مصطفى والله انا حسيت عليك شوف الدراري الدنيا ما تسبش العيالات عندي في اللايف انا مصطفى خلينا نجري ولا سيتوياسيون الله يرحم الوالد واحد بي واحد درت له حيت له ابوني بلوكيتو بعت منه ما كنمشي عنده ما كنهضر فيه ما كنهضر فيا وصاحبي واحترم واحد شويه واش انت تبقى تما تعطى غير مع العيالات الدراري كيهضروا معاك كيعطوك نصيحه كيقول لك صافي جمعوا طوي قال لي اسمح لي قلت ليه الله يسامح يدور يدور ويولي نصارى يدور يدور مشغيبه يدور يدور ويولي المراه وهضر معايا انايا اجي سبيتني سبيتك عطيتك عطيتني صافي سالينا شوف شوف خليونا نساليو هاد الموضوع هذا الله يرحم لكم الوالد صافي الحشومه والله الا عيبوا خليني خليه يجي نسدو هاد الموضوع هذا حيت قال لي قلت لك راه ما غنوصلوش شكون هو الياس اسمعني دي بلوكيني عندك وطلع لايف حنا جايين عندك عمي راه باقي هذيك المزينه الياس نجيو كاملين
انا نمشي معاكم لابد الياس هبط عمو جيب حوايج محمد الياس غادي ندير لايف وانا غادي نطلع لايف وغادي نطلع معاك لايف باش تبيتكم بعندي سيبو يلا ايفوا يا الياس هبطوا كاملين ها هو راه غادي يدير تاع الساعة هو وي ندير تسعه مزيانه هذو الخير المشاغبه ديجا راه المشاغبه ديجا هو جات السبب باش غادي تصالحوا وين سميك حاجه يلا هبطوا انت عم تكلم هذا راه هو سميته صالح عم الله يرحمكم الوالدين انت كلش عند الياس كلشي عند الياس الخوت يلاه كلشي عند الياس يلاه الدراري كلشي عند الياس وغادي يصيفط له دابا الدراري كلشي عند الياس وخاتمها مسك خاتمها مسك الدراري كلشي عند الياس بالرجوله واحد ديديكاس الفيصل صالح ايريزيستيبل سهام مشاغبه العنيده مصطفى ها هو العنيده مصطفى ها هو